السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنشوف ازاي نرسم زهرة او وردة، ونجرب نستخدم الالوان الخشبية والالوان الباستل الخشبية في التلوين، ونشوف هنعمل منهم درجات ازاي، وازاي ادمج الدرجات دي، وازاي خطوط التلوين ما تبقاش واضحة، يعني يكون كأن المساحة كلها بنفس اللون ده، مفيش طريقة خطوط او اتجاهات الخطوط تكون واضحة جدا معايا في الزهرة. يلا بينا نبدأ، ونجيب قلم رصاص اتش بي اللي موجود عندنا كلنا في البيت، ويلا بينا نبدأ ونشوف كده هنرسم الزهرة ازاي. زي ما احنا متعودين من فيديوهاتنا اللي فاتت، ان احنا نحول الشكل بتاع الزهرة لأشكال هندسية بسيطة خالص، وبعد كده هعمل خطوط مموجة وارسم بيها اوراق الشجر، او احول بيها الاشكال الهندسية دي لأوراق الوردة. اوكي، يلا بينا نبدأ كده ونشوف خطوة خطوة اللي احنا عملناه ده. اول حاجة عملتها شكل بيضاوي شوية، وبدأت اعمل له كسرات او تموجات اللي هي بتاعت الورقة بتاعتي، بتاعت ورقة الوردة. اوكي كده، وبعد كده هبدأ اعمل جزء في اليمين، ورقة لفة حوالين الوردة من اليمين، وورقة لفة حوالينها من اليسار، يعني ممكن نعتبرها زهرة تيوليب. اوكي، يلا بينا نبدأ ونشوف الورق اللي هيتعمل في الغصن بتاع الوردة هيكون عامل ازاي. هبدأ الورقة دي، بصوا هياخد كام مرة كيرف، وبعد كده أبدأ أكد الخط ده الكيرف ده بخط، واشوف الورقة هتبقى عاملة ازاي. انا ابتديت في الورقة عشان ارسم الخط الخارجي بتاعها، ابتديت بالخط بتاع الغصن اللي في اليسار، وانتهيت بالخط اللي في اليمين. انتبهوا كده للخطوط اتاخدت ازاي، وركزوا في التفاصيل. هعمل في الوردة دي 3 أوراق شجر، كل واحدة فيهم واخدة وضعية مختلفة عن التانية. خلينا كده نكمل ونشوف التانية دي هتبقى عاملة ازاي. زي ما شفتوا الورقة دي متنية، جزء منها من الأمام بتاعها ظاهر، وجزء كمان من الخلف، فهي لما اتنت ظهرت لي جزء من الخلف وجزء من الأمام. هبدأ أعمل ورقة كمان هيكون فيها زي التواء او لفة كده هتحصل في اخر الورقة، يعني الورقة هتلف فهيبدأ يظهر لي جزء صغير خالص. بصوا هتحصل ازاي. اللايحة معايا كل التفاصيل دي، ويظهر لي ايه من الامام وايه من الخلف، وايه بارز وايه غائر، والكلام ده كله هو الظل والنور. الظل والنور اللي انا بأكد عليه وبحققه باستخدام اي خامة للتلوين او للتظليل. تمام، يعني انا لو رسمت الوردة دي بأقلام رصاص هعمل نفس النتيجة بالالوان الخشبية، نفس النتيجة بالووتر كولر، بالاويل كولر، كلهم هيدوني نفس النتيجة. الفكرة كلها ان انا وانا بستخدم هشوف الظل فين، الاماكن الغائرة فين، الضوء جاي منين، الاماكن الغائرة عمرها ما هيجي لها ضوء زي الاماكن البارزة. فنشوف كده ايه اللي هيحصل، وايه الالوان اللي هستخدمها وانا بلون الزهرة بتاعتي، وهدمجهم ازاي مع بعض. بمجموعة من درجات الأحمر امتدادا للأحمر غامق، أو الأحمر اللي على شوية بينك فوشيا شوية، للأصفر اللي على الأورنج في شوية أورنج، عملت درجات كتير من الأحمر بتغمق كل ما تنزل لتحت، وتفتحها كل ما تطلع لفوق، أو كل ما يجيلها ضوء من الأعلى. تمام،
هشوفك دلوقتي الدرجات دي هتحصل معايا ازاي وازاي بدمجهم مع بعض. اول حاجة بستخدمها الغامق، بعمل الغامق وبكون شوية بركز ان يكون ايدي مأكدة على اللون، تمام، وبكل ما ابعد كل ما ايدي تخف باللون ده. بعد كده اجيب الدرجة الافتح واكد على الجزء الفاتح بتاع اللون اللي قبله، بعد كده اخفف ايدي واجي للون الافتح منه، وهكذا نفس الطريقة. ركزوا في الخطوات، هتلاقوها سهلة جدا وبسيطة خالص، بس اهم حاجة ان انا اركز في الخطوة واخدها في الوقت المناسب. كده بدأ يوضح بالنسبة لي الظل والنور بتاع الزهرة والأماكن اللي فيها الفاتح والغامق. خلينا كده نجرب نشوف هنعمل ايه عشان نأكد على الأحمر الغامق أو نأكد على الظل اللي في الوردة. هقول لكم طريقة هي ممكن ناس كتير جدا عارفاها بس ممكن تكون ما بتعرفش تستخدمها. هستخدم قلم اسود من الأقلام الباستل أو من الأقلام الخشبية، تمام، وهأكد بيه على الأماكن اللي أنا محتاجة إن أكد إن دي غامقة. هجيب الخط الخارجي بتاعها وأكد إن هو الجزء ده غامق، الجزء بتاع الظل أكد الخط الخارجي بتاعه بخط أسود، تمام، والجزء وبعد كده هبدأ أعمل أسود خفيف خالص بحيث إن هو يأكد لي على الأحمر إن هو غامق. هجيب دلوقتي درجتين من الاخضر الغامق، درجة اخضر مايل للازرق شوية ودرجة اخضر واضحة. الاخضر المايل للازرق هبدأ بيه عشان اكد الاماكن الغامقة وارجع اعيد عليهم بالاخضر التاني، وبعد كده هعمل الدرجات الافتح من الاخضر. وانا بشتغل هحدد لنفسي الاماكن بتاعت الظل والاماكن بتاعت الضوء، بحيث ان وانا بشتغل اعمل الاخضر بدرجاته مناسبة جدا، ولما اجي للضوء اكون بستخدم الدرجة الفاتحة. ركزوا في التفاصيل دي لان هي مهمة قوي. كده بتهيالي لما استخدمت الاخضر الغامق في الاماكن دي بدأ يوضح ان فين الضوء هيكون فين. وزي ما عملنا في الاحمر هستخدم الاخضر الغامق، وبعد كده هبدأ اعمل منه درجتين، درجة زي ما هو نفس اللون عادي، وبعد كده اخفف ايدي شوية بحيث ان هو يديني اخضر فاتح اكتر ومن نفس القلم، وبعد كده اجي بالدرجة الاخضر الافتح منها اشتغل بنفس الدرجة، وبعد كده اخفف ايدي فيجيلي درجة افتح منها شوية، وهكذا كل الدرجات هعمل معها دي طول ما انا ماشية في اتجاه الضوء. وبالقلم الباستل الاسود هبدا اكد على درجات الاخضر او الاماكن اللي فيها ظل والاماكن اللي فيها ضوء، تمام، واكد على الثنائيات اللي خدتها الورقه عشان تكون بالشكل ده.
خدوا بالكم دايما من اتجاهات الخطوط. لو انت متحكم او انت متحكمة في اتجاهات الخطوط بتاعتك وقادرة تدمجي كل الخطوط مع بعضها بحيث ان ما يبانش الاتجاه اللي انت مشيتي فيه، اوكي. لكن لو قادرة، لو مش قادرة او مش قادر ان انت تعمل ده، يخليك دايما ماشي في اتجاه الخط الخارجي. يعني هنا في الورقة دي في جزئين، جزء ظاهري من الخلف لما الورقة اتنت لبرا، وجزء في الامام بتاعها اللي هو القلب بتاعها عادي جدا، تمام. اتجاهات الخطوط اللي انا استخدمتها كتير، عملت هنا افقي ورأسي مع بعض ومائل، وبدأت اتأكد على الخط الوسط اللي جوه الورقة. لكن كل ده لما اندمج مع بعضه ما بنش خالص اتجاهات الخطوط بتاعتي عاملة ازاي. فحاولوا تتعلموا الدمج وتبدأوا في درجات الالوان بالغامق والفاتح وهكذا، لغاية لما توصلوا ان انتوا تدمجوها كلها مع بعض. كل واحد وليه طريقة يدمج بيها الالوان بتاعته، بس اهم حاجة ان انت تكون كل مرة او كل تدريب او كل سكتش بتكون اقرب للواقع منه، اوكي. خلينا كمان اقول لكم كومنت مهم جدا، ان او تعليق مهم جدا على التلوين بالاقلام الخشبية، ان انت دايما دايما حاول ان انت ترجع باللون الفاتح للارضية كلها، بحيث ان لو في اي جزء بالاخضر مثلا فاتح في الورقة هنا، في اي جزء مش متلون مظبوط او باين من الورق بتاع الورقة اللي انا برسم عليها اصلا، اأكد عليه باللون الاخضر الفاتح فيختفي، ما يبقاش فيه ابيض، تمام. فيبدأ يظهر عندي ان الورقة كأن المساحة كلها مش متشبعة باللون الاخضر، تمام كده. اي ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو استفدتم منه تعملوا شير وسبسكرايب للقناة، وكمان تشاركوني تطبيقات على الفيسبوك تبع القناة. اشوفكم على خير، مع السلامة.